اللي عنوانه تصويب البوصلة. اخترنا هذا العنوان تصويب البوصلة لأنه هيدا عنوان المرحلة فعلا لخلاص البلد، خاصة للخروج من هالأزمة السياسية اللي هي اليوم عطلة كل شيء. نحن لما عم نقول بدنا نصوب البوصلة، هذا كلام كتير واضح وصريح من ناحية عدم استغلال شيء لمصلحة البلد وتحويله وأخده إلى مطرح تاني. نحن لما طلعنا حكينا بموضوع معامل الطاقة للكهرباء، آخر همنا ومش اهتمامنا هو نحن نعيد المشهد اللي هو مشهد النكد السياسي اللي معطل كل شيء بالبلد. نحن صار محاولات من أسبوع لليوم لشيطنة هذا العمل اللي هو عدم القبول بأنه نكون شهود زور على شيء اليوم بيضوي شمعة بهالعتمة. ونحن أبداً 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 كوزارة اقتصاد وكوزير معني جايين اليوم نعمل مبارزات أو جايين نعمل عروضات أو بطولات. نحن بكل بساطة نقلنا رسالة عمرها اليوم تقريباً سنة وست أشهر للمواطن اللبناني، للمسؤولين اللبنانيين كلهم، الدولة اللبنانية كلها، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، أحزاب سياسية، كل المعنيين، وهي التالي أنه كانون الثاني 2023 اللي هو تقريبا من سنة وخمسة أشهر أو سنة وستة أشهر، سنة ونص تقريبا، بيتوقع عقد التنقيب عن النفط مع شركة توتال وقطر أنرجيز بلبنان بحضور الحكومة اللبنانية، بحضور رئيس الحكومة، وزير الطاقة القطري وكل المعنيين بهذا الموضوع. وكانون الثاني 2023 هو نفسه الشهر اللي أعلن وأدرج بتفاصيله هذا العقد، أنه الشركات المعنية ستنفذ مشاريع طاقة بديلة بلبنان. طيب ب 22 تشرين 2023 نحن ناخذ وفد اقتصادي، وزارة الاقتصاد بتطلع على قطر لتزور أشقائنا القطريين، تتشكرهم على عدد كبير من المبادرات، وأنا كوزير اقتصاد إلي كامل الحق، كامل الحق إني أحكي بداية بموضوع الطاقة، أحكي بأي قطاع اليوم بيأثر على الاقتصاد اللبناني سلبا أو إيجابا. للأسف معظم الأحيان عم تكون الأمور سلبية، وبطلعتهم موضوع الطاقة اللي اليوم بيأثر تقريبا على 30 أو 40% من الاقتصاد اللبناني. نحن لما راح الوفد، وأنا دايما حريص أنه بحضور باجتماعاتنا دايما يكون في حضور دبلوماسي يمثل لبنان وحضور قطاع خاص، ونحن بالاجتماع اللي انعمل بتشرين 2023 بحضور سعادة السفيرة سفيرتنا بدولة قطر وحضور أكثر من 18 ممثل للقطاع الخاص اللبناني مجتمعين، توصل لنا رسالة واضحة بكلام واضح أنه منذ توقيع العقد بكانون الثاني كان في بمندرجات هذا العقد إنشاء المعامل، وتم إرسال كتاب بتاريخ لاحق يعني بعد ما مضى هذا العقد بإنشاء ثلاث معامل، وهذا طبعا على مسمع الجميع، للطاقة الشمسية كل معمل 150 ميجا وات بيتطلب بس من الدولة اللبنانية مساحات أراضي. نحن اللي بنحب نوضحه أنه نحن اليوم موضوع التعطيل اللي عم نحكي عنه ما بدنا إياه مثل ما قلنا يشيطن ويحول إلى مناكفة سياسية، لأنه هن المناكفات السياسية اليوم عطلين كل شيء بالبلد. نحن التعطيل اللي عم نحكي عنه هو اليوم تعطيل انتخاب رئيس جمهورية، تعطيل كل الإصلاحات والقوانين اللي طالبها صندوق النقد الدولي اللي لها سنتين بتراوح مكانها، تعطيل كل عمل اليوم بيقدم البلد فشخة لقدام، هذا التعطيل اللي عم نحكي عنه. ومعه طبعا يقع هذا التعطيل اللي هو اليوم شفنا بوسائل بعض وسائل الإعلام بين امبارح واليوم دخلوا بالتفاصيل انه هيدي العقود بدها قوانين وبدها مراسيم، وهيدا اكبر دليل انه لما نحن
حكينا بهذا الموضوع، كان جوابنا أنه المسؤولية تقع على كل الدولة اللبنانية، لأنه نحن بنعرف قبول الهبات وقبول مشاريع من هالحجم، بغض النظر على أنه البعض اليوم عم بيحاول يقول أنه هذه منا مجانا وهذه استثمار أو هذه بدها قوانين. هذا اللي أنا عم بحكي عليه تصويب البوصلة. البوصلة يا جماعة أنه بدنا نضوي الضوء، بدنا نجيب هالكهرباء اللي إلنا بنسمع فيها سنين. واليوم في عرض جدي، اليوم القيادة القطرية رايدة إنها تساعد لبنان، نحن بدنا نتجاوب ونعطي نتيجة. اليوم ما بد أنا كوزير اقتصاد، مش شغلتي أنا فوت بالتفاصيل التقنية، لأنه بلش اليوم ينحكى إنه وزير الاقتصاد عم يحكي إنه ما بدك أراضي كبيرة وبدها أراضي كبيرة وغيره. ما نضيع اللي عم بحاول يعمله وزير الاقتصاد، ما نضيع اللي الشغل اللي دولة قطر عم تحاول تعمله لإنقاذ لبنان من العتمة. اليوم أنا ما بيهمني إذا بده 1000 أو 2000، أو اليوم طالع خبر إنه بده 1,000,000 متر مربع كل معمل، ما بيهم. بيهم إنه علينا واجب إنه في بلد مطفى بدنا نضويه، إن شاء الله بده 2,000,000 كيلومتر مربع. أنا ما بيهمني، أنا بيهمني إنه في مبادرة إجت للبنان وبدها تنحط بإطار استثمار على 25 سنة. إيه استثمار على 25 سنة؟ شو معناته استثمار؟ يعني عم بيقول لك أنا بدي إجي أقدم لك هذا المعمل وبدي عمره وبدي شغله بلا ما تدفع، مثل ما نحن قلنا تكلفة صفر ليبلش المشروع. نحن ما قلنا إنه هيدا فتنا بتفاصيله الاقتصادية والعقد اللي بده يصير. نحن قلنا إنه اليوم عم بيقول لك القطري أنا جاي أعمل لك معمل وضوي لك الضوء، بده يكون استثمار على 25 سنة. هذه الأمور التقنية ما لي شغل فيها أنا، المعنيين بعدين هذه بيعالجوها. بس حتى لو بدي حطه بإطار الاستثمار على 25 سنة فليكن. اليوم عم بعمل معمل، عم ضوي كهرباء، عم مشي مضخات مي، عم خفف التلوث، عم خفف موترات الكهرباء، عم برحم الناس، عم لاقي حل. 25 ولا 50 ولا إن شاء الله 100 سنة، بس جاي عم بيقول لي أنا بعمل لك إيه بأربعة أشهر بست أشهر. من سنة ونص قلنا، سنة ونص من كانون الثاني 2023 لنيسان 30 2024، ونحن حكي 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 كل الدولة اللبنانية حكي بحكي. هذا اللي نحن عم نقوله، انه تفضلوا خلونا نشتغل عليهم هولي. بعدين التصويب، انا قلت اليوم لما بيطلع كمان بينحكى انه بده قانون وبده او مجلس وزراء، طيب ما هذا بيعني انه اللي معطل اللي هو كل الدولة اللبنانية عارفين انه لا يقطع بمجلس الوزراء او لا يقطع بمجلس النواب، يعني في 1 و2 و3 و4 مسؤولين وهن نفسهم الجهات اللي اليوم معطل كل البلد. يعني ما حدا يجي هلا يجرب يعملنا مشاكل مع حزب سياسي او فريق سياسي او يخانقني انا وزير الطاقه زميلي، لانه لا هو خصه ولا فريقه خصه ولا حدا معين خصه بهذا الملف. هذا الملف عم يتعطل لانه بده يمرق بالمسار اللي نحن حكينا عنه التشريعي والحكومي، اللي هو فيه كل الفرقاء السياسيين. ونحن بنعرف بهيدي البلد اذا من اصل 50 راس ما في 48 ما قالوا ايه، ما في شيء بيمشي اصلا. يعني ما نجي ناخذ هلا الطلب اللي نحن عم نطلبه بتنفيذ هذا المشروع اللي اليوم تحول من 3 معامل لمعمل، وهذه بدايه جيده، اللي هو ال 100 ميجا وات اللي اليوم يمكن ينحكى عنه بتفاصيل اكثر، لشيء سياسي نكد سياسي. انا ما بيهمني النكد السياسي ولا بيهمني اليوم مين المعطل، انا بيهمني مين ما كان المعطل ايا يكن يمرق بقى بمجلس النواب، بده مجلس وزراء يمرق بمجلس الوزراء، ينعمل خلال اسابيع وخلال اشهر. وفي ناس عم بتقول انه هذا مسار طويل، ويعني انه اذا تقدم باول سنه 2023 مسار طويل، بدي سنه ونص انا لحطه على السكه ولبلش احكي بمعمل الكهرباء بالوقت اللي انا كان لازم فورا روح فتش على شقفه ارض، سخر كل الامكانيات اللي عندي لجاوب الجانب القطري واعطيه جواب هيك بيعزز الثقة اللي اليوم عم نفتش عليها بالبلد، ولا لا بيروح وفود لبنانية مرة ومرتين وبيسمعوا حكي، مثل ما منروح على صندوق النقد الدولي بأمريكا كمان بناكل بهدلات وشرشحات انه شو عملتوا بالإصلاحات. ما هي زيتها يا جماعة، يعني ما بقى نضحك على بعض وندور على حلقات ضيقة ونجرب نعمل مشاكل بالسياسة سخيفة. المشكلة أكبر من هيك، في اليوم تعطيل بالبلد، عم بيطال كل المؤسسات، عم بيطال كل المواقع، وعم بيطال كل المشاريع. الكل مسؤول، وأنا وزير بهذه الحكومة وعم أقولها، بس أنا ما بدي يكون جاهد زور، أنا ما بدي يكون وزير بيسمع
وبيطنش وبيسكر عينيه وبيسكر دينيه وبيقول ما بدي أعمل شيء وما بدي أحكي شيء. لا، في موضوع اليوم حيوي، في بلد ملوث عم نتنفس سموم فيه نتيجة موترات الكهرباء. ومعلش هلأ بما أني ذكرت موترات الكهرباء، أيضا من المعطلين هن مافيات الكهرباء ومافيات المحروقات ومافيات النفط والمازوت، كلهم معنيين وكلهم معطلين، كلهم معنيين مع الدولة اللبنانية. خلينا نروح أبعد من هيك، مع أني ما بحب استهدف القطاع الخاص، بس الكل معني بموضوع التعطيل اليوم. فنحن ما بقى بدنا نتنفس سموم. اليوم مدينة بيروت نمشي فوقها من موترات الكهرباء غيمة سوداء، نحن وولادنا وأهلنا عم نتنفس سم كل يوم. حتى نحن أهل السلطة اللي عايشين بهالمدينة عم نتنفس سم كل يوم. يعني ما بقى عم بقدر أفهم كيف واحد بيتنفس سم وبيقدر يضل قاعد ساكن. غير هيك، أغلى بلد بالعالم اليوم عم ندفع فيه سعر الكيلووات. ما في دولة بالعالم اليوم في مواطن بيدفع سعر الكيلووات فوق 70 سنت، حنصير بعد شوي. غير السم وغير القهر وغير الكلفة على الاقتصاد اللبناني، ما في مصنع، ما في متجر، ما في محل اليوم منه واقع بخسارة. أول سؤال بتسأله إياه بيقلك عم حط ربحي وعم حط خسائري كلها حق المازوت. جيبوا لي الكهرباء وجيبوا لي المازوت وشوفوا أنا كيف برجع بشتغل وبوسع وبخلق فرص عمل وبفتح. هيدي المشكلة مشكلة كبيرة يا جماعة. ما حدا يزايد اليوم انه عم نعلي الصوت. لا، بدنا نعلي الصوت وبدنا نحكي وبدنا نقول الكل مسؤول. ما تاخذونا على مطارح ما بدنا نروح عليها، وما تضيعونا بالتفاصيل البايخة المملة. في اليوم مبادرة قطرية بدنا نتلقفها بوطنية كلنا، وما حدا يزايد على حدا. ولما بنشتغل مع بعض نحن كوزراء وكحكومة بنأتي بنتائج. هيدا الشيء اليوم طرح، لابد انه ال100 ميجا وات اللي اليوم اجت بشكل رسمي وسربت للاعلام وطلعت، لانه الكتب اللي قبل لا سربت ولا طلعت، هيدي وصلت وطلعت وسربت ونحن عم نحكي فيها. خلينا نشوف اذا وزير الاقتصاد غلطان كيف بدنا ننفذ هال100 ميجا وات بسرعه، لانه ما بدها سنه ونص لتتنفذ، وما بدها نص الجغرافيا اللبنانيه لتتنفذ، وما بدها قوانين ومراسيم ما بتنعمل باسبوع. انا اذا عندي بلد مطفى وانا حكومه مسؤوله ومجلس نواب مسؤول، بعمل جلسه طارئه وبنفذها وبضوي الضوء، ما بضل بحكي بالعتمه وبحكي بالسلبيه. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على كل مين اليوم طلع بالاعلام انتقادات على الشيء اللي عم نحاول نعمله. وهي مش اول مره بتصير. طالبنا بالاهراءات طلع انتقادات بلا ما يطلع دعم. هذا الاهراءات لمين؟ لخبز الناس وللبلد. طالبنا بالكهرباء بيطلعوا ألف صحفية لهم عين يطلعوا ينتقدوا. الكهرباء لمين؟ لعندي بالبيت أنا ولا الكهرباء للبنان كله؟ فكفينا فعلا، كفينا مراوغات وكفينا طق حنك وكفينا أخذ الأمور إلى أماكن أخرى. خلينا نركز أنه في مبادرة إيجابية جدية صارت من عادي مرارا وتكرارا على سنة ونص. خليها الحكومة اللي نحن جزء منها ومجلس النواب يقوم بكل ما يتطلب لإقرار المشاريع وإقرار المراسيم وإيجاد الأرض وتأمين كل الهيكلية القانونية لوضع هالقطار على السكة، لأنه بكفي طق حنك وبكفي اتهامات سياسية وبكفي أخذنا على مطارح ما إلى طعمة، لأنه الضوء ما بيضوي إلا إذا قرر الكل أنه يضوي الضوء. وخلينا نضوي الضوء بقى ونطلع من هالعتمة، لأنه تعب الشعب اللبناني وتعبنا نحن وقرفنا بما فيها نحن هالحكومة من كل النكد السياسي اللي عم بيصير والتعطيل اللي عم بيصير بالبلد. معالي الوزير، تصويب البوصلة عنوان المؤتمر الصحافي تبعول حضرتك. نعم. بس حضرتك وزعت المسؤولية على كل العالم والشعب ما بهمهم غير صحيح هذا اللي عم نقوله. ايه بس بدك تحط مسؤوليات، يعني المسؤولية ما على الشعب. بدك لا مش على الشعب. ما سميت حضرتك مين المسؤولية، وزعت على الكل. في حدا بده يتحمل مسؤولية بهيدا الـ أقول لك شغلة. أنا لا يعني لا ما كان تصويب البوصلة ما عندك يعني لا تصويب البوصلة كان لا بس تصويب البوصلة هو إنه ما تضيعونا، لأنه اليوم تبي اليوم نحن بمرحلة مثل ما بيقولوا بالمثل الشعب اللبناني بدنا ناكل علم ما بدنا خانق الناطور. اليوم
نحن عم نجرب نعتمد الدبلوماسية بخطابنا، لأنه اليوم لما بصير اتهام مباشر أو بصير تصويب أصابع، مثل ما شايف نحن لا صوبنا ولا اتهمنا، وبلشت المعركة من امبارح، بلش الهجوم على وزير الاقتصاد وعلى شو عم يعمل وزير الاقتصاد، وانقلبت صارت مشاكل سياسية. أنا اللي عم أقوله يا جماعة، ما تجربوا تضيعوا اللي عم نعمله يروح بالمشاكل السياسية ونطلع بلا معمل الكهرباء أو بلا الطاقة. لا لقلك شغلي، أنا الوزير القطري لما حكي معي قال لي نحن تقدمنا من الدولة اللبنانية، قال لي نحن قدمنا للدولة اللبنانية تبدأ بالسلطة التنفيذية، يعني بالحكومة، قدمنا للحكومة، وهذا مشروع. لما نحكي انه بده مراسيم وبده قوانين، يعني فتي بالطبخة كلها السياسية اليوم، يعني اذا في فريق، يعني انا ما بقدر اجي اقول والله هذا الفريق، يعني امبارح طلع عم بيقول انه التيار الوطني الحر، قول يا معلم لا مش تيار الوطني الحر، لا التيار الوطني الحر بيجي هلا اليوم بيقول لك طب انا بدي اعمل معامل، انا باكد لك 1000% مش 100% انه في احزاب سياسيه ثانيه بتقول له لا طول بالك، ما بدنا نشوف كيف بدها تصير، ما هذه هي المشكله. وانا عارف انه منا عند فريق واحد، لانه كل الاشياء الباقيه اللي عم تمرق معنا واخرها كان صندوق النقد الدولي، وانا كنت واضح وصريح مع صندوق النقد بامريكا انه التعطيل من الفرقاء كلهم، ما في اتفاق بين كل المكونات السياسيه. يعني انا مشان هيك اليوم ما بكون منصف انا اذا بيجي بتهم حزب او بتجي بتهم وزير واحد، خاصه بهالمبادره انا الماضي كله ما لي شغل فيه، انا عم بحكي اليوم بشيء بدي اياه يتنفذ. الوزير القطري بيقول لك حكينا معك كدوله لبنانيه كحكومه لبنانيه، فيها 20 مكون اكيد نصهم هن بيعطلوا، بس انا ما بدي فوت اليوم انه فلان وفلان، لان كل واحد عليه مسؤوليه. بكره لما بتجي بدك تحكي بالاراضي وغير الاراضي بتروحي على وزاره ثانيه، لما بدك تجي ترجع تحكي بموضوع البلديات بتروحي على وزاره ثالثه، هول كلهم يا بدهم يتفقوا انه نعمل هالمعمل، يا واحد بيعطل على الثاني وما بتعود بتصير. يعني معلش هذا اللي انا عم اقوله، خلي الكل يسمع وزير الاقتصاد اللي عم بيقول انه تلت او تلتين اقتصادنا مضروب من وراء موضوع الطاقه، رحمونا يا جماعه وخلونا نرجع نمشي هالطاقه. ما بيهمني مين مجلس الوزراء مع الوزير اول امبارح، طرحت على الرئيس الحكومه وعلى الوزير؟ لا انا ما طرحتها قبل، طرحتها قبل من اخر زياره زينا فيها على قطر وما صار شيء من وقتها. يعني انا رحت لعند رئيس الحكومه وقعدت معه وبلغته حسب انا موجباتي كوزير، قلت له انا قعدت مع خاصه انه الوزير القطري انا سالته من باب الاحترام والعلاقات الدبلوماسيه، قلت له قدام سفيرتنا، قلت له عندك وساعدت السفيره طبعا لما بيكون معك سفير كله يدون بالمحضر، قلت له عندك مانع انا انقل هاي الرساله مثل ما هي؟ قال لي لا انقلها واكثر، لانه نحن بدنا نساعد لبنان وحابين نوصل لنتيجه، بس طال الامد طال الامد قلنا 7 أشهر مبلغين. هذا اللي عم نقوله، وانا نزلت ووصلت رساله بتشرين بشهر تشرين الماضي 23 انه يا جماعه 1 2 3، طيب من تشرين لليوم ما صار شيء، ما بدها هالقد. فما يطلعوا يحكونا اليوم بانه بدها وقت وما لا ما بدها وقت يا حبيبي، بدها تطلع تعلن المبادره تدعي كل الوزارات المعنيين او ندعي كل مجلس الوزراء يقعد ويقرر شو بدنا يعملوا كل الوزارات، لانه هذا مشروع على الاقل في شيء 6 وزارات معنيين فيه ليتنفذ. في عندك وزارة البيئة، في وزارة الاقتصاد، في الطاقة، في الأشغال العامة والنقل، في البلديات الداخلية والبلديات إلى آخره، يعني حسب شو بدك تعملي وكيف بدك تعملي هالمشروع. فنحن اللي عم نقوله إنه مرق سنة ونص بيكفي، معمل طاقة شمسية ما بده سنة ونص. لك طيب إذا بده ينحكى إنه مشروع بده وقت للتنفيذ، على القليل الإطار القانوني، الإطار القانوني بده سنة ونص. ما بقى نضحك على بعض، ما بقى نضحك على بعض، نضحك على العالم. ليش هلا معالي الوزير وصلوا سنة ونص قبل كان في 3 معامل في 150، ليش ضليتوا ساكتين كل هالفترة لهلا لفتحتوا الملف؟ لا أنا هلا في معمل 1 ميجا وات، يعني أنا لأقول لك شغلة، أنا احتراما للأصول بكانون الثاني عم نحكي 2023 أنا ما تدخلت بالموضوع، لأنه كنت معتبر إنه مضوا الاتفاق وقتها عن التنقيب مع توتال وهذا كان جزء من الاتفاق. طيب بس أنا تفاجأت لما رحت أنا بزيارتي على قطر انه تبلغت وقتها، يعني بتشرين الثاني عفوا بتشرين 2022 انه هيدا التقدمه بلغ للحكومه اللبنانيه من 7 أشهر، يعني باشهر قليله بعد عقد الاتفاق ابدوا القطريين نيتهم وتوتال بالبدء بالتنفيذ، يعني بعثوا كتاب مثل هيدا اللي انبعث وتسلم باليد انا حسب ما عرفت وقتها للدوله اللبنانيه للحكومه اللبنانيه ايا يكن من يستلمها انه بلشوا بالمشروع.
طيب نحن ما سكتنا، نحن كنا بقطر ومن قطر اعلنا الموضوع، وانتم قلت انا ليش عم بعلم موضوع له علاقه بالطاقه من قطر؟ قلت لهم لان انا اقتصادي وانا وزير اقتصاد مضروب بالطاقه، مضروب جزء كبير منه من الطاقه، ومشاكل ثلاث ارباع من وراء هالموضوع. جينا لهون وبلغنا الجهات كلها المعنيه من مجلس نواب لمجلس وزراء للكل. طيب ورجعنا رحنا زياره ثانيه على قطر، رجعنا سمعنا نفس التسجيل انه طيب شفناكم بنوفمبر 2023، صرنا نحن هلا نيسان 2024، شو بدكم تعملوا يا جماعه؟ يعني نحن بلغنا، مشان هيك انا عم اقول ما بدي يكون شاهد زور، خاصه انه هيدا مشروع يمكن تنفيذه بعكس ما عم يسوق اليوم. اليوم يعني عم بحكي خلال 48 انه شيء صعب وبده وقت وهالقد وتقنياته ملبكه. لا 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 لا، اذا بدنا نلبكه بنلبكه، واذا بدنا ننيمه بننيمه، واذا بدنا ناجله بعد سنه بناجله. بس في دول نحن بنعرفها حوالينا بتنفذ هيك مشروع خلال 6 اشهر على القليل، يا اخي بتضع له الاليه لك بتعلن عنه، ما صار شيء منه هذا كله. ما بدك تحكي بالتعطيل، ولكن اليوم في واقع، يعني اذا بدنا نلجا للمناطق اللبنانيه، كل منطقه لبنانيه في عندها طبعا انتماء سياسي معين، واصحاب المولدات تبعين له طبعا، هذه احدى المصائب. طيب ما هون كمان انتم ليش وقفتوا الرقابه؟ كنتوا قبل تنزلوا تعملوا رقابه، هل تعرضتوا لتهديدات؟ واليوم هذا الموضوع اكيد والتوقيف طبعا. طبعا ما انا عم اقول لك، انا هلا يعني مثل ما بيقولوا خلال حديثنا، ما قلت انا ما بحب اتعرض انا للقطاع الخاص، لاني كمان شملت كثير من الكارتلات اللي بنسميها بالبلد، اللي في جزء منها بالقطاع الخاص، اللي هن اصحاب المولدات، اللي هن شركات النفط والغاز، اللي هن الى اخره، مش كلهم، عم أقول في منهم خلص محتكرين هذا الموضوع وعم يستفيدوا منه بمبالغ كبيره، بس نحن عم نتسمم، نحن عم ندفع تكلفه باهظه، ونحن ما فينا نكفي هيك. يعني اليوم بيقول لك كارتلات المولدات، ايه وانا هذا الحديث صار معي بطرابلس من 3 ايام، انه بطرابلس يعني قايم الدنيا وقاعد بموضوع المولدات. قلت لهم يا جماعه هذا موضوع اذا بدكم تحلوه على مستوى وطني، مش وزير الاقتصاد اللي بحله، هذا بده قياده الجيش وقياده قوى الامن والامن الدولي، بدك الاجهزه كلها تتحرك معك وتضرب بايد من حديد اذا بدك تحلي موضوع الكهرباء. بس بنرجع شوي لامر واقعي، نحن ليش انا عم اقول ما بقى نكب الملامح على حدا؟ اليوم قديش نحن هجمنا قطاع المولدات اول ما استلمنا هالوزاره، وبعدنا لا ما وقفنا، انا بعدني لليوم بعمل محاضر ضبط، بس حدث ولا حرج، بتروح على القضاء شو بدك تسمي 7200 متر بلبنان فيه، وكله بعده ماشي. بس لقلك ليش؟ لانه لما بنجي نحن نوصل لمرحله، انا وصلت لمرحله مع المحافظين انه بدنا نسكر ونقفل، قامت علينا الناس، لانه ليه الدوله ما مامنه بديل؟ طب ما هيدا نحن ليش عم نشد اليوم بالموضوع القطري بيامن بديل 400 يا جماعه 500 ميجا وات، يعني 4-5 ساعات كهرباء. بس اليوم صاحب الموتور بيقول لك تعا طفي لي، تعا فرجيني قبضيتك، تعا طفي لي وخلي فرجيني شو بدك تعمل للناس، الدوله ما قدرت تقدم بديل. بعدنا لليوم نحن بنروح بنجي بنروح بنجي بنروح بنجي، ما امننا بديل، اذا ما امنتي بديل بده يضل الموتير داير. مشان هيك عم نقول خلينا بقى ناخذ مبادرات مؤسساتيه جديه ضمن اطار الدوله اللبنانيه، بتوطي سعر الكيلووات، بتعرفي شو عم بيفوت عندك على الشبكه كهرباء، بتحولي كهربتك لكهرباء نظيفه. بس نحن هيدي موضوع الموتيرات يعني وصل لمرحله لا يحتمل، والله يسترنا كلنا ويجيرنا كلنا صحيا وغير صحيا، لانه الاخبار اللي عم تطلع، وهيدي من الاشياء اللي فعلا انا زعجتني كثير، الاخبار اللي عم تطلع على الموضوع البيئي بموضوع التلوث من وراء الموتيرات شيء مخيف، واطفالنا عم بيصير معها حالات ربو، وعم بيصير معها حالات شيء بينحكى فيه شيء ما بينحكى فيه. ما بدي كمان اطلع بكره احكي من مواضيع ثانيه، يتفضل كل واحد يتحمل مسؤوليته. معليك هل تصريح خصوصاً وإنه نحن بعد ساعة عنا مؤتمر صحافي لوزير الطاقة لتناول نفس هذا الموضوع اليوم شو هو؟ بالعكس أنا التصريح ما ورط، لا بالعكس أنا بالنسبة لي تصريحي ورط الدولة اللبنانية كلها، ورط الدولة اللبنانية كلها تشد حالها وتنفذ هذا المشروع، لأن وزارة الطاقة لحالها مش هي اللي بتقدر تنفذ أو ما تنفذ. بعدنا هلأ عم نحكي أنه في وزارات معنية اليوم، من قلنا لما بدك تاخذ شقفة أرض، لما بتروحي على البلديات، لما في عندك وزارة الأشغال، في عندك وزارة الداخلية، في وزارة الاقتصاد، في وزارة البيئة، في 100 وزارة بتدخل يا أما كلهم بمشوا المشروع يا أما كلهم ما بمشوا المشروع.
مش هناك نحن عم نقول ما حدا يجرب يخدنا على مطرح تاني بالسياسة. أنا اليوم وزير اقتصاد ما بيهمني النكد السياسي، بيهمني تضول الكهرباء وتردوا لي 30% من الاقتصاد اللبناني اللي معدوم. كل الدولة اللبنانية اليوم وزير الطاقة يمكن يطلع يحكي تقنيا ويحكي على البروسس كيف بدها تصير، هيدي شغلته هو، وبتمنى له أنا التوفيق، وبتمنى بتمنى إنه بالعكس نحن، أنا قلت أنا عم كون ساعة خير بهالحكومة إنه حركنا ملف. قلت أنا اللي عم بعمله مش أنا اللي عم جيب الطاقة، ولا أنا اللي عم بدعي إنه رايح والله لجيب شيء من عند قطر للبنان، هيدا كان حاصل موجود بلا جميلة حدا، كان موجود لا وزير الاقتصاد ولا غير. نحن جينا حركنا الرمال الراكدة، قلنا في ركود له سنة ونص، جينا حركناها. اليوم بالعكس هذا بيعطي حافز لوزارة الطاقة تطلع تقول لا نحن مع تنفيذ هذا المشروع، وتحط كل البقوة اللي ممكن يكونوا جزء من التعطيل أو جزء من تسيير الأمور إنه يمشوا بقى، خلص خلينا نمشي بقى. فأنا بتمنى اليوم هو يحط المسار ويقول هالمئة ميجاوات اللي إجوا هيك بدنا ننفذهم، وتفضل كل الوزارات المعنية تقدم لقلنا الرود ماب كيف بدنا ننفذ المئة ميجاوات، هيدا همي، غير هيك ما بيهمني أي شيء تاني أنا.